انا عايز اقول لكم على حاجه. انا تابعت من برضو من حوالي شهر ولا اكتر حادثتين انتحار لبنتين عشان حد مش عارف يعني زور ولا فابريك ولا الحاجات اللي بيعملوها ديت، وراح مطلع لهم ان هي كده. المجتمع ينتبه لولاده وبناته، ويخلي باله ان ارواح الابرياء دي في رقبتنا. الدراما تنتبه. انت لما تجيب في التلفزيون او في اي مسلسل او فيلم، وده مش ضد الابداع بالمناسبه، انك تصيغ قيم المجتمع وتشير للحسن فيه افضل كتير. ده مش ضد، يعني في بعض الناس يقول لك ده ضد الـ الابداع. ابدا ابدا. هو انت مش عارف تعمل ابداع غير انك تجيب راجل بيضرب مراته؟ يعني هو ده يعني انك تجيب ابداع ان حد بيشتم؟ يعني مش معقول يعني. لكن انا بقول حتى لو ده موجود تبقى مره، لكن ما تبقاش كل مره. يعني يبقى الاجراء الشاهد يعني هو ان الغالب هو الطيب الفاضل كده يعني.